قال من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. فقط الصيام. وش المشروط في الصيام؟ ها، إيماناً واحتساباً. يعني وش الإيمان؟ تصديق بوعد الله عز وجل، تصديق بما فرض الله عز وجل. له الحق أن يفرض، فرض علينا الصيام، صيام واجب، صيام فريضة من الله تبارك وتعالى. نصدق بما فرض علينا ونؤمن ونخضع لما فرضه علينا جل وعلا. نعم، إيماناً. وكذلك الوعود اللي تعلقت بها، اللي صوم بعطيه كذا، واللي صوم بعمل له كذا، واللي صوم. يكفي أن ربك عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي. لا إله إلا أنا أصوم، وهو شو يقول؟ يقول الصيام هذا لي. يعني شنو لي؟ يعني لا تفك، ما ليس له حد الجزاء والوفاء والعطاء على الصيام. لا. نصدق بهذا كله تصديق إيماناً، ثم احتساباً. لا نريد من صيامنا إلا هو. بعض الناس يقول لك صوم أنت إذا فيك مرض السكر، ترى الصيام يساعد مرض السكر. يروح المسكين يصوم ويبي ينظم السكر في الدم، يروح الثاني يصوم عشان يسوي شوية رجيم حتى ينجب الأولاد وينجب، ويروح الثاني يصوم حتى يخفف ضغط الدم. إيش؟ لا لا، تصوم احتساباً لله جل وعلا. والله لا نريد شيئاً من أمور الدنيا، صيامنا فقط لله. بس صم بهذين الشرطين وأبشر بمغفرة الذنوب جميعاً. ما يجي رمضان وينتهي إلا وانت إيش؟ الله أكبر، نظيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً أيضاً غفر له ما تقدم من ذنبه. شنو قيام رمضان؟ صلوا الصلاة هذه اللي صليناها أنا وإياكم. النبي ماذا قال فيها؟ قال صل مع الإمام، وإياك أن تنصرف قبل الإمام. كثير من الناس يصلي ركعتين أربع وبعدين يمشي. ليش يا مسكين؟ شوي عندك 24 ساعة، هذه كلها ما تأخذ ساعة. ساعة في الليلة وبعدها غفران الذنوب كلها. من إيماناً واحتساباً. ثم قال ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. كم باب للمغفرة مفتوح في رمضان؟ يعني مثل اللي حاطين لك ثلاثة حوض وحوض وحوض، مطهر مطهر مطهر، وينزلونك في هذه ويغطسونك فيها ثم تطلع نظيف ولا ما أنت نظيف؟ لا، يدخلونك في الثانية ويغطونك ويغطونك في الثالثة. بعد الثالثة يبقى فيك شيء؟ إلا والعياذ بالله إذا 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 راكب فيك وأنت راكب فيه. ها، ثلاث غفارات للذنوب في رمضان، الصيام والقيام وإدراك ليلة القدر، لكن إيماناً واحتساباً.